بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم من جديد. شفتوا بقى حضراتكم الإنسانية في الإسلام فيما يخص ملك اليمين والعبيد؟ شفتوا حضراتكم؟ أنا اتكلمت عن ملك اليمين الأول، ولسه هتكلم عن الخدم والعبيد من بعد شوية. إذن يبقى الإسلام هو أول من فتح باب الحرية للإماء قبل مواثيق الأمم المتحدة بألف سنة على الأقل. أول من فتحها هو، لكنه جاء على وضع قائم. في ناس عندها ملك يمين كتير من قبل ما الإسلام يجي أساسا، قبل ما الإسلام ينزل، وفي ناس بتتعامل بالقانون ده مع بعضها البعض. فكان الهدف الأول هو حماية المرأة، ما نسيبهاش في الشارع، اديها أي أنه الأحسن. يعني بالله عليكم كده، لو أنت النهاردة حاربت وجبت بنات عندك في أنه الأحسن، نسيبهم في الشارع للي عاوز يعمل حاجة فيهم يعملها، ولا نوزعهم كل واحد ياخد واحدة يبقى مسؤول عنها بيعاملها كأنها زوجته بشكل مؤقت لحد ما نفتح باب الحرية بعد كده؟ اللي يحلف يمين أو يكفر عن كذا أو اعتق رقبة اعتق رقبة اعتق رقبة، حتى انتهى تماما أو تقريبا موضوع ملك اليمين ده. وأنا عاوز ألفت نظر حضراتكم لحاجة، وبلفت نظر برضو إخواتي الدعاة والمسؤولين في مسألة. تعبير القرآن بقوله أو ما ملكت أيمانكم، ملك فعل ماضي، ما قالش القرآن أو ما تملك أيمانكم. أنا في اعتقادي أن التعبير بالفعل الماضي يعني ممكن يعطيك بعد أن دي مسألة ماضية، مسألة هي قائمة بالفعل نتيجة أن فيه ناس عندها ملك يمين الآن، إنما ملك اليمين في المستقبل مش هيكون موجود. ولذلك أنا بأرى أنه مفيش حاجة النهاردة اسمها ملك يمين. المواثيق الدولية وحقوق الإنسان ونظام الحروب في العالم اتغير، ما عادش في حاجة اسمها ان بلد تحارب بلد فإذا المنتصر فيها ياخد رجال ونساء المهزوم، لا مفيش كده النهاردة. وبالتالي أنا في اعتقادي أو في رأيي الشخصي مفيش حاجة اسمها ملك يمين دلوقتي، كل الناس أحرارا. مفيش حاجة واحد يروح يشتري بنت ولا يشتري معرفش يقولك ده ملك يمين، في اعتقادي كده يعني. لكن الموضوع محتاج برضو تباحث من المسؤولين عن هذا الأمر في دار الإفتاء، في مجمع البحوث الإسلامية، في هيئة كبار العلماء، ابحثوا هذا الأمر. هل ينفع النهاردة يبقى فيه ملك يمين في الزمن اللي احنا عايشين فيه النهاردة؟ يبقى فيه واحد عنده 20 بنت كده إماء شاريهم بفلوسه يعني، يروح واحد دولة من الدول يشتري شوية بنات ويجي يبقوا عنده في البيت؟ يعني ينفع ده النهاردة؟ أنا في رأيي الشخصي ما تعتبرهاش فتوى يعني مني، مفيش حاجة اسمها ملك يمين دلوقتي، أو يجب ألا يكون هناك ملك يمين دلوقتي. دي كانت مسألة تعامل معها الإسلام في وقتها، والتعبير بقوله تعالى ملكت تعبير ماضي، ما قالش تملك أيمانكم في المستقبل مثلا يعني. فأنا أرى، وده رأيي الشخصي، ليس هناك ملك يمين، ولا ينبغي أن يكون هناك ملك يمين أو إماء الآن. لا ينبغي أن يكون هناك إنسان بيباع ويشترى الآن، ما ينفعش خلاص، لا يليق بكرامة الإنسان، ولا يليق ذلك أيضا بعظمة الإسلام، وهو الذي فتح باب الحرية قبل أي منظمات وقبل أي مواثيق أخرى. ابحثوا الموضوع واطلعوا فيه بقرار إن شاء الله. العبيد الخدم كان وضع قائم ساعتها، ولحد النهاردة في ناس عندها، ناس شغالة عندها، مش عبد، مش ملكه يعني، مش هو شاريه بفلوسه، لا، في ناس النهارده يعني بيشتغل عند ناس خدم في البيوت او ما الى ذلك، ده موجود النهارده وظيفه يعني، لكن هو مش ملكه. شوفوا عظمه الاسلام في التعامل مع الخدم. سيدنا ابو مسعود رضي الله عنه، ده من احد الصحابه الكرام، كان عنده خادم. هذا الخادم غلط، فابو مسعود ضربه بالسياط بالكرباج. أبو مسعود بيحكي بيقول: وأنا بضربه سمعت صوتا ينادي من بعيد: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. أبو مسعود بيقول: فارتعدت حتى سقط السياط من يدي، الكرباج وقع من إيده، فنظرت فإذا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. عمل إيه سيدنا النبي مع سيدنا أبو مسعود بسبب هذا الموقف؟ هنعرف، لكن بعد ما نتلقى اتصالات تليفونية وأول اتصال من الحاجة سعاد. سلام عليكم يا حاجة سعاد. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام يا حاجة سعاد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة يا ست الكل. بخير. آمين يا رب العالمين، جزاكم الله خير. كلمت حضرتك من كام يوم عن بنتي اللي اسمها أمل، اللي هي لا بترد على إخواتها ولا بترد على تليفوناتي ولا بتيجي. بالرغم إن إحنا والله الحمد لله يعني مش مقصرين مع حاجة من يوم حتى يعني، وهي بنت وهي بعد ما اتجوزت كمان. فأنا كنت قلت لحضرتك إن أنا لو أنا ما طلبتهاش بالتليفون لأنها ما بتردش عليا، هل علي عقاب؟ حضرتك فهمت بقى إن أنا بقول إن إخواتها، إن أنا بقول لإخواتها ما تطلبهاش، بالعكس إن أنا بقول لإخواتها اطلبوها كل شوية، أقول لهم اطلبوها. كويس. وفعلا بيطلبوها. كويس. ما بتردش عليهم، يعني كويس. أنا مش بعصي إخواتها عليها لأن عارفة صلة الرحم بين الإخوات وبعضها. لكن هما بيطلبوها لغايه يمكن لسه امبارح. اخوها الكبير طلبها برضه ما بتردش عليه. والحمد لله انا حتى الورث بتاع باباها الحمد لله احنا اديناه لها ما شاء الله، بس فاضل مبلغ بسيط جدا على اخوها الثاني، لانه كان متقسم الورث على الاخين، ده يديها النصيب يعني النص وده يديها النص. فالكبير الحمد لله سدد نصيب. والوسطاني فاضل فيه عليه مبلغ ان شاء الله اخر السنه ده هيكون عافيه لها. وهي ما بتجيناش ولا بتعبرنا ولا بتسال عننا. طب يا حاجه سعاد، السبب أيوة حبيبي. ايه السبب في كده؟ يعني هل في موقف حصل معين كده خلاها خدت منكم موقف؟ اي حاجه يا دكتور، ده لسه حتى مكلماني يوم عيد الام. طب كويس. كل سنه وانت طيبه، قلت لها وانت طيبه يا بنت، وما جاتش. ما جاتش بقى تجيلي بقى. المهم بعدها اخوها كان جه من فرنسا، فاخوها راح طالب، فلقيتها بقى طلباني بعديها، بتقول لي لما اخويا جه ما طلبتنيش ليه؟ قلت لها ما انا لو طلبتك مش هتيجي، لان السنه اللي فاتت برضه قلنا لك اخوك جه وما جيتيش سلمت عليه. فاذا كنت انت ما بتجيش لامك هتيجي تسلم على اخوك؟ قالت لي اجي اسلم عليه، اصل انا حاسه ان هو تعبان. قلت لها فعلا يا بنتي من ساعه ما جه وهو تعبان. عموما انا احب ان انتوا الاخوات تبقوا حلوين مع بعض. والله يا حاجه سعاد. انا عايز اقول لك على حاجه، انت كأم كده ما هي ما جاتش والله يا فكره حضرتك انها بقى جت تشوف اخوها، لا جت ولا سالت. انا المشكله دلوقتي في ان حضرتك مش عاوزه تكلميها في التليفون تاني، مش كده؟ نعم. يعني انا بقول انا دلوقتي طلبتها يجي ثلاث مرات ما بتردش عليا، لو انا ما طلبتهاش انا كأم هل انا عليا وزر مثلا او مش ربنا؟ لا مش هيبقى وزر ولا حاجه، لان المفروض هي اللي تصلك مش انت اللي تصليها يعني المفروض. لكن برضو الام يعني طبيعه الام ان هي بحكم سنها وحكم قلبها الكبير وحكم عقلها الكبير انها تفضل برضو محتويه الموقف عشان المسافه ما توسعش بينكم. ما بتردش والله. ابعت رساله. هي اسمها ابنها اسمه ايه ولا بنتها اسمها ايه؟ حضرتك كنت قلت لك اسمها. لا ابنها اسمه ايه عشان اقول لها يا ام كذا. اسمه يوسف، عندها يوسف وهنا. يوسف وهنا. انا هبعت لها دلوقتي رساله حالا. ابنها اسمه يوسف. برضو يا حاجه سعاد خليك انت دايما متواصله معاها، ما تقطعيش ابدا لحد ما هي قلبها يرق ويحن. ما بتردش، المشكله انها ما بتردش. ابعتي رسائل بس كده كل يوم جمعه يا ست، ابعتي رساله جمعه مباركه يا امل بس كده. اقول لها ايه في الرساله؟ قولي جمعه مباركه يا بنتي، ربنا يكرمك بحق هذا اليوم ويهديكي ويوفقك لاولادك يا رب. وانا والله بصلي، لما بصلي انا ما عمري ما دعيت على حد من ولادي. هي في ام بتدعي على ابنها، ده المثل بيقول، المثل بيقول ادعى على ابني واكره اللي يقول امين. والله بدعي. يعني شوف بالرغم ان هي مقطعاني وما بتجيليش والكلام ده، وما كانش بتيجي الا عشان مصلحتها بس. يعني لا حاضر. عايزه فلوس، عايزه. انا هوجه لها نصيحه دلوقتي، وحضرتك برضو خليكي على كل صلاتي بدالها ان ربنا يهديها. حاضر يا امي، هجاوبك حالا دلوقتي. حاضر هجاوبك. أيوة حبيبي. حاضر. الحاجة سامية، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازاي حضرتك؟ ازيك يا حاجة سامية؟ كل سنة وحضرتك طيب. وانت حرب الصحة والسلام، الله يحفظك ويبارك فيك. لو سمحت، في الدهوة بتاعت سيدنا داوود، مش فاكرة، أو سيدنا سليمان. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. لا 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 لا. ربي هب لي من لدنك ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. نعم. الدهوة دي أنا دايما بدعيها في صلاتي. هل الدعوة دي اتحققت مع الأنبياء بس ولا لا؟ تجوز إن أنا لما أدعيها تجوز يعني تتحقق معايا؟ لأن البعض قال لي إن خلاص تحققت مع سيدنا سليمان. هو 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 ربنا لما يكون استجاب دعوة سيدنا سليمان لما قال له لا ينبغي لأحد من بعدي،
يبقى زي ربنا هيستجيبها لواحد تاني؟ مش هينفع، صح ولا ايه؟ يعني حتى في حديث لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه ما معناه، انه يعني يستحيى ان يطلب من الله عز وجل هذا الطلب، لان سيدنا سليمان عليه السلام طلبه من الله، فبالتالي مش هي يعني استجابة الله لسيدنا سليمان تحول بين ان يكون لاي احد ملك زي ملك سيدنا سليمان، انما التشبه بالدعوة في حد ذاتها مفيش مشكلة فيها، على اساس ان ربنا يرزقك من واسع ويرزقك الخير وخلاص، من باب ان يا رب ارزقني رزق واسع يعني. ما هو انا بديها من هذا المنطلق، بس يعني كده. انا بديهاش عشان عاوز زي سيدنا سليمان. بالظبط كده. طب يعني حضرتك دلوقتي، طب ما احنا بنلجأ الى الدواء بتاعت سيدنا يونس، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ما اتحققت مع سيدنا يونس عليه السلام. هجاوبك يا حاجه ساميه، حاضر، عشان بس معايا فاصل ضروري هجاوبك على هذين السؤالين ان شاء الله، لكن بعد فاصل ان شاء الله.